بدرية طلبة تخطف الأنظار بأحدث إطلالاتها. ارتدت فستاناً أنيقاً لامعاً شفافاً وتبدلت ملامحها. ظهرت به قبلها ياسمين صبري وباريس هيلتون. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل ظهور بدرية طلبة. استطاعت بدرية طلبة أن تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها، حيث ارتدت فستاناً مميزاً من تصميم مصمم الأزياء إسلام سعد، وتم تداول صورها بشكل كبير بهذه الإطلالة عبر منصات السوشيال ميديا. لاحظ عدد من متابعيها أن هذا الفستان سبق وارتدته بعض النجمات من قبل. فاختارته ياسمين صبري لحفل افتتاح مهرجان الجونة عام 2017، وارتدته النجمة باريس هيلتون عام 2020 في أحدى المناسبات. رد إسلام سعد مصمم الفستان على ما يتردد أن الفستان مقلد من إطلالة نجمات أخريات، وأكد أن الفستان الذي ظهرت به بدرية من تصميمه ومختلف تماماً عن اختيارات النجمات السابقات، وكشف أن فستاني ياسمين وباريس هيلتون من تصميم الكويتي يوسف الجسمي الشهير بجسمكو. بدرية طلبة تصدرت لترند وأثارت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما كشفت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن ابنة شقيقها تعرضت لمحاولة اختطاف وتحذير بشكة دبوس في الذراع أثناء تواجدها في أحد المولات من أجل تسوق برفقة والدتها. الجهات المختصة حققت في الواقع وكشفت أن ابنة شقيق بدرية طلبة كانت بصحبة والدتها في أحد المولات من أجل التسوق وشراء بعض المستلزمات، وبسبب ارتفاع درجة الحرارة تعرضت لحالة إعياء شديدة. حذفت بدرية المنشور الذي كشفت فيه تفاصيل واقعة محاولة اختطاف ابنة شقيقها، ووجهت رسالة لجمهورها وطلبتهم بالتوقف عن إرسال أي رسائل تخص واقعة محاولة اختطاف ابنة شقيقها، خاصة وأنها تعرضت لهجوم وانتقادات كبيرة بعد رواية هذه الواقعة، ورفضت بدرية ما يثار حول أنها ادعت هذه الواقعة من أجل تصدر لترند.